تعززت دائرتنا الوزارية منظومتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة المواد الغذائية. على سبيل الذكر للحصر، نذكر بدخول حيز التطبيق منذ فبراير 2023 للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ديسمبر سنة 2020 المحدد لشروط وكيفية تطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها. تم تعزيز مخابر قمع الغش بالمورد البشري والأجهزة العلمية، بحيث يتوفر قطاعنا على 35 مخبرا نشيطا حاليا، والهدف المنشود هو إنجاز مخبر لقمع الغش والتحاليل والمتابعة الغذائية على مستوى كل ولاية من ولايات القطر الوطني.